الأخت نهال، الأخت نهال من بريطانيا. تفضل أخت نهال، أهلا وسهلا فيك. سلام ونعمة حضرة القسيس نزار، ربنا يباركك ويبارك كلماتك بتاعة النهاردة بجد، ويعوضك تعب محبتك أضعاف أضعاف باسم يسوع. أنا عندي تعليق هقوله بسرعة وعندي سؤال، فعايزة أعلق على الآية اللي حضرتك قلتها النهاردة: تعرفون الحق والحق يحرركم. لو أنا بقول إني عرفت الحق لكن ما زلت مقيدة بأمور كثيرة، وأقصد بالأمور دي خطايا، بمعنى لو أنا كنت أمين مع نفسي وحسبت نفسي وقلت إن أنا بتعرف على الحق، بل متعرف على الحق وعلى الإله الحقيقي، لكن ما زالت خطاياي زي ما هي، بشتم، بحلف، بتفرج على أفلام إباحية، بخون زوجي أو زوجتي، بكذب، بقعد في قعدات نميمة، بتكلم وأجرح الناس و إلى آخره من الخطايا، يبقى لازم أحط على الحق اللي أنا بقول إن أنا بعرفه علامة استفهام كبيرة جدا. ليه؟ لأن برنامجنا اليوم بيقول بكل صراحة إن يسوع المسيح هو الحق، بل هو مصدر الحق وهو الصادق اللي ما بيكذبش بجميع الأديان، وهو قال أنا هو الطريق والحق والحياة. ويسوع لما بيدخل القلب بيغيره من جوه من الداخل، مش بيعمل سوري عملية ترقيع، لا، ده بيخلق قلب جديد، قلب بيكره الخطية، قلب عايز يفرح خلقه. أصلي إنه بعد البرنامج ده كل مشاهد يجري على الإله ويقول له زي ما داود النبي قال له: قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. عشان كده نفسي حضرة القسيس نزار تقول كلمة أو نصيحة لمشاهد عاش مخدوع سنين هذه عددها، ومعتقد إنه بيعرف الحق وبيعبد الإله الحقيقي، إيه اللي يعمله بصورة عملية؟ وهل الله ممكن يقبل أي حد حتى لو في عمق الخطية؟ ومعلش زي ما اتسألت سؤال هحط لحضرتك زي ما هو: لو أنا مشاهدة غير مسيحية ومعرفش إن المسيح هو الحق الوحيد زي ما حضرتك قلت، ليه الله ما يحاسبنيش على قدر معرفتي؟ لأني أنا أخلصت بديني وعملت ما يمكن عمله من أعمال صالحة وحسنة، فما يملي علي ضميري عملت قدام الله. هل هذا ليس كافيا؟ والرب يبارك. ربنا يباركك، شكرا كثير على المداخلة. خليني أقول يعني أنه في رح أخذ كمان حلقة الأسبوع القادم حتى أستكمل هذه الآية، بس الرب يسوع تكلم مع اليهود، وهدول اليهود كانوا متدينين ولكن للأسف كانوا مخدوعين، وبعدين قالوا لم نستعبد قط. قال يسوع: من يفعل الخطية، يعني اللي بيفعل هون بيتكلم بشكل استمراري، يستمر بفعل الخطية، هاي الصيغة في اللغة الأصلية، من يستمر بفعل الخطية فهو عبد للخطية، فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أي نبي في هذا الوجود قال أنا هو الحق؟ أي رسول ادعى هذا الحق؟ طبعا، ولما بتشوف حياة يسوع المسيح الكامل، لما بتشوف يسوع لم يفعل خطية ولم يعرف خطية ولم توجد فيه خطية، مش بخلينا نتساءل طب أنا مين أتبع؟ الحق يعني هي واحدة من أسماء الله، والحق مش بس صفة، هي بتتكلم عن شخص الله، وشخص الله هو الحق. فلما الناس بتنادي يا حق يا حق، معناته عم بينادوا الله، عم بينادوا يسوع المسيح. فإذا ما يكونش الإنسان مخدوع عايش في خطية، فالله هو الذي يرى الخفاء والقلب، من ثمارهم تعرفونهم. فإذا أنا بدعوك اليوم أنه فعلا تخذ قرار حاسم في حياتك، أنه ما تعيش بمعرفة اسمية أو تقليدية، لكن اختبر الحق واختبر الحياة واختبر الحق. هذا الحق
يخلص، هذا الحق يخلص. فهي صلاة اليوم لك أنه تختبر خلاص المسيح، ولكن يعني خدها من الآخر، إذا أنت بتحب الحق وبتبحث عن الحق رح تيجي ليسوع المسيح.